كان اليوم الأطفال لهم حصة كبيرة برحلتنا الصباحية. أكيد نور، كنا بالفقرة اللي قبل عم نحكي شوي عن تفاصيل قديش ممكن التكنولوجيا يكون لها آثار إيجابية وسلبية، ولفتك موضوع قال الدكتور إنه لا خلينا نستثمر الإيجابي، ما نضل نقول بس دائما سلبي تماما دائما سلبي. لهيك اليوم عم نحكي إنه كثير من الأوقات بتكون التكنولوجيا موجودة بين إيدين أطفالنا، بعض الأهالي ما بيعرفوا كيف يتوجهوا ليستخدموا الجانب الإيجابي منها. اليوم رح نحكي عن تجربة مختلفة استطاعت من خلال طبعا سيدة إنها تعمل قصص ملونة بتقنية الفوردي باستخدام التكنولوجيا، تحول التاب أو الكمبيوتر أو الموبايل اللي موجود بين إيدين أطفالنا لوسيلة للتعليم، للتحفيز، للتفكير، لكثير أشياء. رح نتعرف أكيد عليها نحكي عن هاي التجربة الرائدة أكيد بسوريا مع ضيفتنا لليوم السيدة نسرين بعلبكي، صاحبة فكرة التطبيق الإلكتروني للقصص الملونة بتقنية الفوردي ومديرة دار الرواسي للنشر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحكم يا رب، صباح الأخبارية وجميع المشاهدين، وأتمنى التوفيق. حاليا معلش هيك كلام هيك صغير بسيطة، فكرة بسيطة، إنه للي رايحين على الامتحانات واللي رايحين، نتمنى لهم كل التوفيق والله يعينهم، لأنه فعلا هلا بضغط نفسي. عندك حدا عنده امتحانات؟ إيه نعم. عندك حدا؟ نعم عندي بنتي بكالوريا، بنتي الله يوفقها يا رب. متنين عم نستنى النتيجة ونستنى الله أكيد كل طلاب سوريا بنتمنى لهم التوفيق. امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية. يمكن أشرنا اليوم بحلقتنا لنقاط كثير مهمة قديش إلى التكنولوجيا آثار إيجابية وسلبية. اليوم مشروعك مشروع جميل لما نشوف التكنولوجيا مستثمرة بطريقة كتير صح بما يدعم قدرات الطفل المعرفية. خلينا نحكي عن هي الفكرة، كيف إجيت لما أنا فعلا أقدر أثر على الطفل خصوصا بما يخص القراءة؟ اليوم عم نشوف هيدا الجيل مبتعد شوي عن القراءة، لا من خلال التكنولوجيا اللي مأثرة على هي الموهبة عم تحاول تجذب الطفل. اليوم موضوع النشر الإلكتروني هو مو وليد لحظة وليس صحيح. الآن العام هذا، بينما هي من السبعينيات أو من الثمانينيات حتى بلشنا بالنشر الإلكتروني. موضوع النشر الإلكتروني مختلف من خلال التطبيقات، من خلال خلينا نقول الوسائل الإلكترونية، خلينا نقول الإيبوب تبع الموبايل أو التاب. في عنا كتير وسائل نشر إلكتروني، لكن حاليا نحن هلأ بالعصر الحالي أو عصر الحضارة اللي هو في تزايد مستمر بالنسبة للتكنولوجيا الرقمية، بالنسبة للآفاق الإلكترونية، بالنسبة للكورونا، وضع النشر، وضع الكورونا بأزمة الكورونا، كلياتنا بحاجة إلى منفذ لننطلق فيه بالنشر الإلكتروني. فنحن هي حاولنا أول وسيلة إن شاء الله، بالوسائل الثانية هي أقوى حتكون من هي. أول طريقة ربط الكتاب الورقي بالكتاب بالتاب أو بالجوال، وذلك بأنه بتقنية الواقع المعزز الـ AR Augmented Reality. هلا الموضوع كيف تولدت الفكرة؟ حاليا من خلال تطلعنا نحن على المعارض وشفنا أنه الكتب الورقية صارت منتشرة بشكل كتير كبير وموجودة بكل دور النشر. تقريبا الـ AR مستخدم بالدول، في منه موجود لكن بدور نشر قليلة. فحاولنا شوي ناخذ من افكار اجنبيه انه كيف بدنا نربط حتى حديث الطفل اثناء حواره، اثناء قراءته للقصه. هي ما لها موجوده، ربما موجوده كصور متحركه فقط اي ار بغير دور، لكن طفله تتكلم وتحكي القصه تساعد الطفل على القراءه اول منحه، ثاني منحه تحبب الطفل بالكتاب الورقي. هذا الهدف كان منه تماما. هلا عم نشوف معنا على الشاشه مقاطع فيديو للقصه، يمكن هي نفس القصه اللي موجوده بين ايدي اللي هي صديقتي المعتمه. بدايه خلينا نشوف، شفت في كود هون. نعم هذا الكود، خلينا نشرح كيفيه استخدام هذا التطبيق لحتى يصير مثل ما شايفين على الشاشه. امكانيه عرض هذا الفيديو على الموبايل للطفل او كيف؟ هلا اول شيء نعمل سكانينج للكود، اوكي، فبينقلنا تلقائيا لتطبيق اسمه تطبيق الرواسي، طبعا مجاني فري، بيقدر ينزله المستخدم، بيقدر يستعرض من خلال القصه. نزلناه على الابل ونزلناه على الاندرويد بالجوجل بلاي. طيب لما نقول ممكن استخدام هي التطبيقات بطريقه فعلا محببه للطفل، قديش كان فعلا يمكن استثمارك لهيدا المشروع هادف من خلال تنميه قدرات الطفل المعرفيه من خلال استغلال التكنولوجيا؟ لما فعلا هو بده راس مال اساسا، صح. لما انا احط هيدا الراس مال واستثمر بهدف فعلا مستقبل الاطفال اليوم. حقيقه نحن هلا بالتجربه الاولى نحن ما لنا بحاجه لاستثمار مادي من هذا المشروع. تمام. نحن الهدف منه كان بس
إظهار أنه نحن عندنا قدرات للأخذ العلم، قدرات كلها سورية يعني عفوا الشباب سوريين، المبرمجين سوريين، يعني قدرنا نعمل شيء من لا شيء بوضع حنقول في وضع أزمة. صحيح. فهذا هذا الهدف منه حاليا. أول مشروع ما هو مشروع عبارة عن ربحي، لكن هو مشروع بس إظهار قدرات. هذا اللي عم يحكي عنه. بس في ناحية كنت حابة نوه عليها، لو نقلنا المناهج التعليمية بنفس الطريقة، ومن منصة الأخبارية بوجه رسالة الدكتور دار مطبع، نحن لو نقلنا المناهج التعليمية بنفس الطريقة هاي، بنفس طريقة 4D book، فقديش بده ينقل الطفل؟ يعني عفوا نحن هلأ بأزمة كورونا، فعندك الأطفال قاعدين عم يدرسوا ببيوتهم أغلب أو حتى عفوا بنصف العام ما كملوا، ما قدروا يكملوا نصف العام الآخر بالنسبة للابتدائي. فنحن لو عندنا هيك تقنيات بإمكانه الطفل يتابع هالشيء هو قاعد ببيته، يعني بإمكانه الأهل يمسكوا بس الجوال ويوجهوا على الكتاب ويصير في عفوا يعلموه من الطفل بدون ما بحاجة للأستاذ. يعني ليش دائما توجهنا نحن ما بيروح لموضوع النشر الإلكتروني بكل شيء بكل المجالات؟ لا كمان مشان ما نشحف حقهم، كمان ما ننسى أنه السنة والسنة الماضية منصة أونلاين كانوا ضيوفنا وحكينا بشكل مطول قديش كانت المنصة أونلاين وحتى الفضائية التربوية استطاعت أنها تقدم دروس كتير مهمة للأطفال، ولكن كمان ممكن نساعد بأنه يكون في هاي الأفكار طبعًا مطروحة موجودة طبعًا أيضا تشاركية، لأنه تشاركية هي الهدف منها توصل رسالتك أكيد إذا في بيتم الاستعانة بي. الهدف منها ربط الكتاب الورقي بالجوال. هلا كثير في ناس عفوا بس فكره بسيطه، كثير في ناس قالوا انت هيك بهالحاله عم تحبي بالعالم بالجوال. لا انا ما عم حبب العالم بالجوال، ولا عم حبب الاطفال انهم يمسكوا جوال بايدهم. انا هيك وهيك الطفل ماسك الجوال صح على الجيمنج يلعب فيه على الجيمنج وعلى امور ما لها طعمه، بس تستمروا بطريقه صحيحه. صح نحن بهالحاله بس فكره صغيره اني حبوا بالكتاب الورقي اللي هو حاليا مكدس بالاسواق وما عم يتم شراؤه. طيب ردود الافعال مع بدايه هيدا المشروع كيف كانت، خصوصا للاهالي؟ لانه قلنا التكنولوجيا هي حيز كثير كبير عم تاخذ من حياتنا، وفعلا بتشوفي اي طفل بيمسك لابتوب تاب موبايل في تعلق بشكل كثير كبير. عم يقولوا لك احيانا في عمليه تخدير للعقل وللمهارات الطفل، هون لا عم نشوف الجانب الايجابي من التكنولوجيا لانه فعلا إلى اثار جانبيه كثير مهمه. هلا حقيقة كانت ردود افعال خصوصا عند الاهالي يمكن اللي بيعانوا من هي القصه؟ حقيقه نحن مشتركين ببازار الفرح حاليا بالمزي، فانا اول مره بشوف وجوه الاهالي هن عم ياخذوا الكتاب. في احدهم قالت لي واو فكره رائعه موجوده هي عنا، فانا تفاجات انبسطت بنفس الوقت. في ناس نقدوا، انا ما طبعا بحكي الجانب السلبي والجانب الايجابي. في ناس قالوا لا نحن ما بدنا ولد قريب من الجوال. طب انت ما الولد عفوا لما عم بيوقف بده يشتري كتاب ما عم يستهويه، ما في شيء يشده للكتاب، ما في صار تفصلي. يعني لما يكون ابوه وامه ماسكين موبايل وانت بدك تقولي له لا تمسك الموبايل كمان، صح هون صح في اضطراب بالتربيه ممكن تلاقي. صح بعدنا عن وسطه. فنحن في هيك وفي هيك، في ناس سلبا تكلموا سلما عنه، في ناس لا ايجابا طار عقلهم بالفكره وحبوا يقتنوها. اكيد كمان يعني نحن اليوم عم نتفرج على مجموعه الكتب اللي موجوده، في جانب كثير مهم اليوم قديش في ناس صارت تقرا. يعني موضوع القرايه وخصوصا لما نحن عم نحببه من خلال تواصل مع التكنولوجيا. قديه صارت القرايه، قديه عم تشوفي في بلشوا هيك اطفال صح يحبوا القرايه او حتى الامهات يساعدوهم ينبسطوا باعتبار في تكنولوجيا بالموضوع؟ صحيح، بس في ناحيه بس حابه نوه عليها انه نحن فضل. بالنسبه لنا كدار مبتدئه، نحن دار صرنا سنتين في دور نشر كبيره، اتمنى هي تتوجه معنا تساعد كلياتنا لهالفكره هي انه نقويها. السبب في بالمختصر انه في عيوب وفي سلبيات وفي ايجابيات للنشر الالكتروني. هلا مثاله عيوب مثلا عفوا لما انت عم تمسكي الكتاب الرقمي، الحرف الرقمي على الكتاب الجوال هو من 70 ل 100 دي بي اي، بينما اذا كنا عم ناخذه للورق هو 600 دي بي اي. هالفرق قصدي بدقه الصوره لما عم تشوفيه ورقي غير لما تشوفيه الكتروني. لكن شو بدنا نعمل نحن بهالحاله؟ يا اما بنقول انه والله نحن بازمه بالنشر، يا اما بنحاول نساعد ونطور فكره نتحول لفكره النشر الالكتروني. وهي نشر الكتروني مو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير في ناس اخذين فكره انه انا اذا منشر كتبي عفوا على الفيس مثلا ربما يصير في بيئة. لا مو هيك مو هيك، نحن نحول الكتاب الورقي الى كتاب الكتروني. هي الفكره الهامه. وهي فكره كثير جميله، بتمنى لكم التوفيق فيها. ومثل ما قلتي يكون في تشاركيه بين دور النشر الكبيره لانه لها اثر ايجابي على الواقع القراءه، لانه بنعرف واقع القراءه خصوصا في العالم العربي بتلاقي فيه يعني توجه اخر وصار اهتمام قليل نوعا ما. خلينا نحكي هيدا التطبيق فيه منه قصص اجنبيه ولا لا لسه؟ في دون المشروع ممكن
ممكن يكون بالمستقبل خيارات أخرى؟ حاليا هلا محاولين القصص بنفس الطريقه، لكن طريقه افلام كرتون، يعني بتشوفي القصه متحركه قدامك وعلى التاب، بامكانك تشوفيها بعيد عن الجوال، وبامكانك تشوفيها بعيد عن الكتاب، وبامكانك تشوفيها على الكتاب. تمام. هلا حاليا عم نشتغل عليها ان شاء الله، اسمها الموشن بوك. بختام حديثنا بس بدي اذكر سريعا، نحن مجرد ما نحط الموبايل على الكود او التاب، نحطه على الكود رح يظهر عنا البرنامج اللي بنقدر نحمل تطبيق مجانا، تطبيق مجانا، وبعدها موجود مجموعه من القصص، تستعرضي القصه من خلال هالجوال. كل صفحه طبعا، في انه كل صفحه لها كل القصه لها كود خاص فيها. نعم. تماما. هي كانت هيك اليوم، خلينا نقول فكره حلوه، فكره مهمه، نتمنى كمان تكون هي الفكره لها صدى، لها تشاركيه مع كل الجهات اللي ممكن تتلقف هي الافكار وتساهم من خلالها بمساعده اطفالنا بالتربيه. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك. ست نسرين بعلبك هي صاحبه هذا المشروع الجميل والهادف. بدنا نشكرك على وجودك معنا، نوجه تحيه لبنتك وبدنا نقول لها موفقه ان شاء الله، هيك بتشوف الى مستقبل. شكرا كثير لك. يا رب، اهلا وسهلا.